والابن والروح القدس الإله الواحد أمين تحل علينا نعمته ورحمته من الآن وإلى الأبد أمين أقرأ لأجل تعلمنا من إصحاح ثلاثين في سفر الأمثال من عدد سبعة لعدد تسعة إثنتين سألت منك فلا تمنعهما عني قبل أن أموت ابعد عني الباطل والكذب لا تعطني فقرا ولا غنى أطعمني خبز فريضتي لئلا أشبع وأكفر وأقول من هو الرب أو لئلا أفتقر وأسرق واتخذ اسم إلهي باطلا أرهتني علشان تاخدوا بالكم من الألفاظ اثنتين سالت منك فلا تمنعهما عني قبل ان اموت ابعد عني الباطل والكذب الباطل يعني الخطيه والكذب وبيخلي الكذب لوحده لان الكذب الخطيه اكثر انتشارا ما بين كل الناس في كل الازمان لا تعطيني فقرا ولا غنى اطعمني خبز فريضتي الحاجه اللي تكفيني يعني لئلا اشبع واكفر واقول من هو الرب انسى وافتكر ان حياتي من الماده او لئلا افتقر واسرق واتخذ اسم الهي باطلا نعمة الله الاب تكون مع جميعنا امين واحنا في مدار الحديث عن الاسرة المقدسة وكيف نبني اسرة مقدسة وكيف نبني فكرا لاسرة مقدسة عايز أكلمك النهاردة عن كلمة من أكثر الكلمات الموجودة في الكتب المسيحية اللي بتتكلم عن الخدمة والكلمة دي اللي هي الإيكونومية إيكونومية كلمة يونانية اللي جه منها كلمة إيكونومي إيكونومي بالإنجليزي طبعا معناها الاقتصاد إيكونومية معناها التدبير التدبير إيكونومية إزاي إن الشخص أو الإنسان المسيحي يكون مدبر ودي صفة من الصفات المهمة جدا في حياة الإنسان واللي بيتكلم عليها في النص اللي أنا قريته ده من سفر الأمثال إصحاح 30 عدد 7 و8 و9 التدبير كلمة جميلة خالص أحيان إنسان نقول عليه فلان ده مبذر أو فلانة دي مبذرة أو فلان, فلان أحيانا نقول إن فلان ده فلان شحيح أو بخيل من أي الصفات هي التدبير هو اللي يقف في الوسط ما بين الشخص المبذر والشخص اللي مش عامل حسابه لأي حاجة خالص وبين الشخص البخيل أو الشحيح أو الإنسان اللي مقطر كأن الحاجة بتقطع من جلده بين كده وبين كده الطرف ده أو التطرف ده غلط والتطرف الثاني غلط لكن في الوسط في صفة التدبير والسؤال هل أنت إنسان مدبر؟ والصفة دي مش عشان البيت مش عشان الأسرة مش عشان الزوج والزوج او ولده لا الصفه دي لنا كلنا الشماس لازم يكون مدبر الاسقف لازم يكون مدبر والكاهن لازم يكون مدبر الزوج والزوجه الخادم والخادمه الابن والابنه الشاب والشابه صفه لنا كلنا التدبير التدبير والعالم ابتدى يوصل لمرحله لان العالم دلوقتي فيه حوالي 8 مليار من البشر فابتدت مصادر الطبيعه الطبيعه اللي موجوده حوالينا يعني بلغه بسيطه او بتخلص خالص يعني مثلا اديكم مثال بسيط قوي الرخام اللي بنعمل بيه شغل كتير في كل المنشات في كل العالم الرخام ده جاي من جبال الجبال دي شويه بشويه هتخلص حتى في مثل مصري جميل يقول ايه خد من التل يختل هو صح تل كبير لكن كل ما اخد منه شويه بشويه هيختل خلاص مش هيبقى تل قيسوا على كده كل حاجه قيسوا على كده النبات الارض اللي بنزرعها طبعا المؤتمر اللي هيتعمل في مصر في نوفمبر الجاي بتاع التغيرات المناخيه ده مؤتمر مهم جدا لان العالم دلوقتي فيه تغيرات صعبة خالص في كل حاجة من ناحية الحرارة، من ناحية البرودة، من ناحية الفيضانات، من ناحية الزلازل، ما كل ده وكل واحد فينا مسؤول اوعى تفتكر الكلام ده بتاع الناس المهمة والناس العلماء واحنا مالناش دعوة، لا الدليل على كده لما حصلت حرب صغيرة أو كبيرة ما بين دولتين بعاد عننا آلاف الأميال إحنا متأثرين بها هنا. وبالتالي عملية التدبير. وعايزك تنشغل بالكلمة دي لأن لها أهمية في الشهور بتاعتنا ده هي. في أزمة في العالم. إحنا دايماً نقول تعبير جميل وأنا شخصياً بحب التعبير ده عمار يا مصر. مش كده؟ يعني مصر فيها خير عمرانة فيها خير، دي كلمة حلوة أوي. لكن ما تنسوش إن إحنا أكثر من تلتين احتياجاتنا الغذائية بنستوردها من بره. بنستوردها مش بتتعمل عندنا أو تزرع عندنا. بالتالي في مشكلة ولازم نشعر بيها ونواجهها بالتدبير. كلمة تدبير معناها الاستخدام الأمثل لكل ما هو متاح عندك من طاقات من مواهب من إمكانيات الاستخدام الصح يعني القرش يتحط في مكانه الصح يعني اديكم مثلا مثال من قصه لطيفه جه مره واحد قدم تبرع للكنيسه مئتين الف جنيه نقول عليه الراجل ده راجل غني وراجل مقتدر وكتر خيره مش كده برضه وبعد يومين اتنين جه يستلف من الكنيسه 200 جنيه نقول عليه بقى؟ ها؟ شخص مش صح، مفكرش صح، ما تصرفش صح، وقيس بقى ممكن نقول الفاظ ثانيه يعني، لكن معناها واحد مش مظبوط، ازاي انت تدبر القرش اللي وياك، او النعمه اللي عندك، او البركه اللي عندك، في احداث الكتاب المقدس، كان التلميذ الصغير الولد الصغير وياه خمس خبزات وسمكتين يمكن يكون طعام له او لاخوه اياه يعني حاجه محدوده خالص لكن القليل ده لما اتحط في ايد المسيح تبارك وازداد واشبع ناس لو كانت النظره وكانت موجوده ساعتها التلاميذ يقول لك ايه دول هيعملوا ايه دول؟ دول ما لازمه، ده يروح ياكلهم ده ويروح. كنا فقدنا بركه كبيره. هنا في بقى حاجه مهمه ان يد الله التي تحكم هذا العالم وتدبره. في وصيه في الكتاب نقرا عنها في روميا 12 وفي كورنثوس 12 يقول كده في متاسف كورنثوس الاولى 12 المدبر فباجتهاد خد بالك من التعبير، المدبر، المدبر ده بقى أي واحد، أي خادم، كبير أو صغير، حقل خدمته صغير أو واسع أو كبير، لا، فباجتهاد، يعني هنا التدبير عايز واحد يكون مجتهد، مش واحد كسلان، مش واحد مهمل وهكذا. فالتدبير هو الاستخدام الأمثل للي عندنا، اللي في إيدك، اللي بتقدر تستخدمه كويس ربنا أعطاك قرشين إزاي تستخدمهم صح؟ أعطاك ثلاث قروش إزاي تستخدمهم صح؟ اشتغلت شغلانه وربنا أعطاني فيها خير كتير إزاي أكون مدبر؟ إزاي أكون مدبر؟ مره من المرات واحد كان بيشتغل في في يعني شغلانه بسيطه أو مش عايز أقول الشغلانه إيه فجاله واحد قال له هو انت عندك دش؟ دش عارفين دش؟ القصه يعني بقى لها مثلا 10 سنين. الدش قال له دش ايه يا عم؟ واحنا لاقيين ناكل. الدش ده نعمل بيه. قال له ابدا ده ب 20 جنيه تجيب دش. قال له 20 جنيه اجيب دش ازاي يعني؟ قال له ما هو بالتقسيط فلقى عمليه 20 جنيه دي عمليه بسيطه. فابتدى ايه؟ يشتري الدش وركب الدش والدش بقى طبعا كان زمان كبير كده هو صغر الايام دي كان زمان كبير مش كده برضه؟ ولما كبر الدش ده وتحط بقى, بقى من الوجهاء عندي دش كويس؟ والدش بيشتغل على التلفزيون فبقى التلفزيون يتفرج على القنوات عمال يجيب قنوات قنوات سواء كويسه او وحشه مش دي القضيه خلاص ابتدى يسهر ولما ابتدى يسهر ابتدى يتاخر على شغله ولما يتاخر على شغله يتخصم من مرتبه بعد ما كان دخله قد كده دخله صغر كده فضل صغر صغر لغايه ما طرد طب فين التدبير هنا؟ ايه اللي عملته البيت؟ متجوز وعنده عيال انا بحكي لكم قصص من الحياه يعني القصص دي انا واجهتها وقابلتها قابلت اصحابها والكنيسه ازاي ساعدتهم لكن خد بالك التدبير هنا مهم قوي عايز اتكلم انا هاخد الموضوع ده على مرتين المره دي عايز اخد ازاي ننشا اسرتنا في مجال التدبير يعني ازاي نربي ولادنا هم صغيرين في مجال التدبير ازاي ابني وبنتي يطلع مدبر صح هكلمك على ثلاث مجالات رئيسية قوي أول حاجة في تربية اسمها تربية البركة تربية البركة تربية البركة زي ما الآية بتقول بركة الرب هي تغني ولا يزيد مع تعب بركة الرب بلا شك لما تربي ابنك وبنتك جوه البيت وهو صغير بتربية البركة بلا شك ده شكل من أشكال الإيمان هدي لك مثال افرض بدي ابني أنا بقول أرقام يعني رمزية بدي ابني عشر قروش المصروف بتاعه كويس العشر قروش ما أقصدش عشر قروش طبعاً دي عامل حاجه رمزيه مفيش 10 قروش دلوقتي مش كده برضه؟ اه ولو جيت تديهم لابنك يبص لك كده من فوق لتحت يقول لك هو انت فين؟ انت من انهي زمن؟ المهم اعطيته 10 قروش لكن ازاي تعلمه انه يطلع قرش من ال 10 قروش دول دول العشور بتوع المصروف بتاعه من صغره يوم ربنا يديله خير كتير هيكون تربى فيه تربية البركة وتشرح له ده حق ربنا طب بيروح حق ربنا فين بيروح من خلال الكنيسة الكنيسة بتعمل ايه بتخدم بيه الناس المحتاجة بتعلم بيه بتعيش بيه ناس بتصون الكنيسة اللي احنا موجودين فيها بتعمل الكرسي اللي بنقعد عليه بتدفع الخدمات الكهرباء والمية والحاجات دهيت الاستخدامات فانت هنا بتربي فيه وبتزرع فيه روح الإيمان من صغره مع العشر قروش المصروف الصغير ده عايز أضيف لك كمان إن هنا تربية البركة اللي هي تبان في القليل. في الحاجات القليلة. يعني لازم تربي في ابنك ان القليل اللي في ايديا ده لما بحطه في ايد ربنا بيبقى فيه بركة. احنا النهارده في زمن فيه الاستهلاك بصورة مزعجة. بصورة مزعجة في حياتنا كلنا استهلاك وقالوا إن الناس بتشتري حاجات نصها بتكون مش عايزاه عشان كده في علم اسمه علم الفاترين ازاي يعمل بالفاترينا الفاترينا اللي هي العرض يعرض الحاجة اللي هي تخلي تشغل عندك رغبة الشراء ورغبة الشراء تروح تشتري الحاجة وتحطها في البيت وبعد شوية تركنها تقول أنا اشتريتها ليه؟ وده ينطبق على الهدوم الملابس وعلى الاستخدامات بتاعة الأجهزة و تسمعوا مثلا يقول لك التليفون الفلاني ده طلعه رقم خمسة وبعد خمس ست شهور رقم ستة ورقم سبعة وثمانية عايز يغذي فيك رغبة الشراء ده في كل حاجة مثلا كانوا زمان يحطوا المركب بتاعة الملابس في اخر الملابس عشان ما تبانش او في جنب كده دلوقتي بيحطوها فين؟ مرة يحطوها في الصدر مرة يحطوها على الكم مرة يحطها في طرف الحاجة اللي لابسها الانسان نوع من الدعاية نوع من الاستهلاك وبعدين حبي يريحك خالص قال لك لا اقعد في بيتك واللي انت عايزه نجيبه لك بس كده خد العنوان ده واعمل العنوان ده الحاجة تجيلك لغاية عندك ده بيبيع بالعافية وبعدين يقول لك إيه كمان ده الحاجة ده هي هتاخدها رخيصة مش عارف عليها خصم قد إيه الخلاصة هناك تربية يا أحبائي في كل بيت اسمها تربية البركة علم ابنك إزاي إن البركة الله تحل ممكن تشتري حاجة من ملابسك وتقعد وياك وقت ما هي دي البركة ممكن تشتري نفس الحاجة وبعد يومين تتقطع تتنتش يصيبها مكروه مش كده برضو؟ ازاي احافظ على ملابسي؟ ازاي احافظ على الادوات اللي بستخدمها؟ في واحد تلاقيه بيستخدم الحاجة أي حاجة إيده وهو بيستخدمها بتبوظ الحاجة تعيش وياها ثلاث أربع شهور وفي واحد في المقابل يستخدم الحاجة تقعد ويا زمن ويحافظ عليها الخلاصة تربية البركة هي تربية في الإيمان وتربية تبدأ من الصغر شوية بشوية بشوية وظن مرة أنا حكيت لكم على حد جه يقدم تبرع وجايب ابنه وياه ابنه صغير فبقول له يا عم فلان يعني بيقدم الحاجه اللي بيقدمها بس مش محطوطه في ظرف ولا حاجه يعني فلوس كده فمن باب الخجل يعني بقول له ما يصحش تعمل كده عايز تقدم حاجه ربنا يبقى مش قدام حد فلقيت الراجل مسك في خناقي قال ازاي يعني يا سيد ازاي يعني امال يتربى ازاي قلت له هو في ايه فحكى لي الحكايه ان هو صغير كان ابوه بيعمل وياه كده في فايام الاعياد ياخذوا عند ابونا اللي في الكنيسه اللي في بلدهم ويقدموا بركه بمناسبه العيد، فانا بربي ابني بكده. دي لازم تربيها في ابنك وفي بنتك، انت ممكن تكون بتقدم مهما كان حاجه بسيط مش منتق... مش بنتكلم على الكميه. بنتكلم على الصوره المعنى. فدي تربيه ايمان وتربيه الايمان دي بس مش في الفلوس. أنا يعني مش الموضوع محصور في الفلوس، محصور في كل حاجة. كل شيء أنت بتتعامل بيه. كل شيء. وإن كان لنا قوت وكسوة فلنكتفي بهما. ده بولس الرسول بيقول لنا كده. قوت أكل وكسوة لبس. عندي أكل ولبسي أشكرك يا رب وأبوس إيديا وش وظهر. شيء مهم خالص لأن لقمة يابسة ومعها سلام خير من بيت ملآن زبائح وفي خصام خير من بيت مليان ملابس وفي خصام خير من بيت فيه أساس عظيم وفي خصام بصفة عامة تربية البركة أرجوك تحط قدامك التربية دهيت وهنا عايز ألفت نظرك لحاجة مهمة اللي بنسميها متأسف في التعبير اللي هقوله العين الفارغة في عين فارغه وحتى في الامثال المصريه برضو الجميله يقول لك عين الانسان فارغه ما يملاهاش غير التراب من التعابير يعني الموجوده هنا تربيه البركه بعد ايماني وبتحمي الانسان من عين الفارغه عين الفارغه يعني يستقل اللي في ايده يستقل فاكرين لما جه الملاك لام القديس انبا شوي. وقال لها ربنا عايز واحد من ولادك وعندك ولاد كتيرة هم فقالت له خد الكبير القوي العضلات قال لها لا هو عايزين الصغير 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 ده بقى القديس العظيم الأنبا بشو وهكذا قصة داود النبي بالمثل أقصد في النهاية أن ربي ابنك واستخدم كتير كلمة البركة البركة اللي بيملى بيها ربنا بيديها في حياتنا احيانا يبقى في شغلك ما انتش متوقع ان جاي لك حاجه معين. معينه مكافاه معينه حافز معين خير معين ازاي دي بركه انت نفسك ما كنتش متوقعها وربنا بعتها لك ازاي تقف تشكر ربنا عليه ازاي برغم انها حاجه بسيطه قوي ازاي تمجد ربنا على حاجة بسيطة جدا، أشكرك يا رب إنك أعطيتني كذا، وسعت في رزقي النهاردة كده، وهكذا. دي نمرة واحد تربية البركة. نمرة اتنين ودي بعد الإيمان. نمرة اتنين تربية الشبع. الشبع. الشبع هنا ليس الشبع الجسدي. زي ما حضراتكم عارفين إن الإنسان له احتياجات كثيرة منها الاحتياجات الجسدية أحتاج أكل وأشرب وألبس وأسكن والاحتياجات النفسية أحتاج أن الناس تحترمني وأحتاج أن يبقى عندي نوع من الحرية وأحتاج أن أشعر أن أنا محبوب في المكان اللي أنا فيه وأن لما أبقى في الفصل كده تلميذ صغير وأجيب درجة حلوة المدرس أو المدرسة يقدرني وزي الأولاد الصغيرين ما بيعملوا لهم نجمه ويعملوا لهم شمس والحاجات الحلوه دي. اه التقدير وفي الاحتياجات التعليميه أو العقليه. احتاج ان عقلي يتعلم ويعرف ويشوف ويزور. واحتاج الحاجات الروحيه. ان الانسان يحتاج الروحيات لان الانسان جسد وروح. الاحتياجات كتير. بس من الاحتياجات المهمه ان الانسان يجب ان يشعر بها ونربي بها اولادنا تربيه الشبع الشبع الايه المشهوره في الموضوع ده النفس الشبعانه بتدوس العسل وهنا الشبع الشبع الروحي اللي هو فضيله القناعه فضيله القناعه ان الانسان ازاي يكون قنوع بني اللي عنده ده مفرح واللي عنده ده هوت ربنا أعطاه صح في ناس تانية عندها حاجات تانية وحاجات أكتر لكن اللي عندي ده هو ربنا بعته أنا مخصوص ذكرت قدامكم برضو مرة قصة كده أسرة كانت فقيرة جدا والأسرة دي عبارة عن ست مش متعلمة وزوج مش متعلم بيشتغل باليوميه وثلاث عيال قطايط كده في المدارس في سن ابتدائي. ففي يوم من الايام جات لي اسره كده من بره قالوا لي احنا عايزين نخدم اسره تكون يعني ما عندهاش حاجه خالص. فقلت لهم روحوا البيت الفلاني. فلما دخلوا لقوا الست قاعده على الباب جوزها في الشغل باليوميه ده يا ترى في شغل ولا ما فيش والثلاث عيال في المدرسة وهي قاعدة على الباب فدخلوا عندها سألوها عندك تلاجة ردت عليهم رد جميل أو قالت لهم جوزي هيجيب لي طبعا جوزها ما عندوش ما اللضة يعني قالوا طب عندك بوتجاز قالت لهم جوزي هيجيب لي فلقوا الإجابة ثابتة رح عندك سرير جوزي هيجيب لي عندك مطبخ جوزي هيجيب لي الاجابه عجبتهم قوي وكانوا قرروا انهم يجيبوا كل الحاجات اللي هم ذكروها وهي قالت جوزي هيجيب لي. هنا عايز الفت نظرك للقناعه الست إيه ما عندهاش غير بيناموا على الارض وبيطبخوا على الارض بإمكانيات قليلة جدا, جداً لكن إنسانة قنوعة وقنوعة باحترام لجوزها جوزها ده ما عندوش أي إمكانيات خالص نهائية جوزي هيجيب لي احترام لغيبة جوزها مش كده برضو بترفع قيمة جوزها قدام ناس غرب وفي نفس الوقت عندها بعد إيماني كبير إن ربنا هيبعت لها الحاجة ده هي هيبعتها لها من الناس دي أو من غير الناس دي هيبعتها لها زي ما ساعتها قبل كده في تربية عيالها في المدرسة في رسوم المدرسة في لبس المدرسة إلى آخره أقصد هنا بعد القناعة رب أولادكم على القناعة الخير اللي في إيدينا خير ربنا بعته لنا على قدنا بنستخدمه بيفرحنا كفايه من ايد ربنا علم ابنك واحنا صغيرين في اسرتي واحنا صغيرين كنت اشوف الكبار خلان والعمام والناس الكبيره قوي بعد ما ياكلوا يعملوا كده على الميدة ويبصوا ايديهم ويقولوا نعمة احفظها من الزوال فما كناش فاهمين يعني كلمة كلمة الزوال دي كلمة يعني ما يفهمهاش الصغير واحنا صغيرين او يبوسوا الميدة كده وشه وده ويبوسوا على ايديهم ونعمة احفظها من الزوال حتى لو كنا بناكل عيش وملح عيش وجبنة عيش وفول حاجة بسيطة خالص إزاي نربي في البيت كلمة القناعة؟ من أكثر الكلمات اللي بتعمل مشكلات جوه البيت كلمة عايزين، مش كده؟ يعني يبقى راجع من شغله تعبان وأول ما تشوفه تقول له فلان عايزين وعايزين وعايزين وعايزين. الكلمة دي تخليه ما يدخلش البيت تاني، مش كده برضه؟ يحرم يجي البيت. آه عايزين وعيالنا الصغيرين عايزين وعايزين وعايزين وعايزين, وعايزين. وما فيش حدود وزي ما قلت لك من شويه مجتمع الاستهلاك استهلاك كل حاجه تستهلك خالص بصوره بصوره فوق الطبيعي فوق الطبيعي خالص هنا التربيه الشبع ازاي ابني وانا بربيه بيشبع بالحاجه اللي قدامه بيشبع بالهدمه اللي بجيبها له بيشبع بالفسحه الصغيره اللي بنعملها طبعا الله يكون في عون الناس بيقعدوا قدام التلفزيون ويشوفوا حاجات يشوفوا عوالم تانية خالص وناس ولابسين ايه وبيعملوا ايه ومره من مرات قريت كده ان فلان ده ولا فلانه دي في المسلسل الفلاني لبس 100 لبس وهي لبست 100 لبس مش دي الحياه مش كده الحياه مش كده ولازم نعرف ولادنا كده ان اللي بيشوفوه اللي بيشوفوه بعينيهم ده عمل تجاري هو بيعمل كده عشان يعمل الوان تزغل العينين الناس يقوموا يقعدوا يتفرجوا على الحاجه اللي بتتعرض ويعملوا في وسطها اعلانات تخش لهم فلوس بس مش دي الحياة مش ده الواقع خالص أرجوك انتبه واشرح لولادك واشرح لبناتك اشرحوا كده الحياة الهادئة لها صورة أخرى تانية خالص غير اللي بنشوفه خالص هنا تربية الشبع النفس الشبعانة تدوس العسل خالص قصص الشهداء اللي بنعيشها في الأيام دي بتاعت عيد النيروز كل الشهداء عاشوا بالبركة وعاشوا بالشبع كان يغريهم الإمبراطور يغريهم كل إغراء لكن نفسه شبعانة اسمعوا كده ويا القديسة دميانة أغروها قد هي والبنات اللي وياها لكن نفس شبعانة شبعانة ولأنها شبعانة دست على كل حاجة واللي بسبب كده سيرتها عايشه ويانا لغايه النهارده والى النهايه ونتشفع بيها. اه النفس الشبعانه النفس الشبعانه صوره من صور القداسه. خدوا بالكم في كده. النفس الشبعانه الراضيه الشاكره دي صوره من صور القداسه. هو القديس ده يعني مش بيتخرج من كليه معينه ولا له سمات معينه، لا. عمرك قريت سيره قديس مش عاجبه العجب مش ممكن مش ممكن كل قديس كل شهيد كل قديسة كل شهيدة حطوا قدامهم حالة الشبع ولا يوجد إغراء واحد خلاهم يتحركوا لحظة خالص القصص كثيرة يمكن تفتكروا إياها ديديموس وتيودورا تيودورا بنت جابوها صبية زي كل بناتنا كده وجابوها جابها الوالي وأراد أنه ياخدها عنده هي رفضت وأراد أنها تسيب إيمانها رفضت وكانت مصرة على إيمانها وبعد عذابات شديدة حطوها في بيت من البيوت الوحشة عشان يكسروها هتعملي إيه وقفت تصلي طول الليل بتصلي وهي بتصلي زمان ما, ما كانش فيه كهرباء ولا حاجه وهي بتصلي جاء لقت واحد كده بملابس عسكريه داخل عندها فبيقول لها تيدورا انا ديديموس انا اخوك في الايمان خدي لبسي وهاتي لبسك واهربي وخدت بعضها وخرجت كانها هي العسكري اللي دخل من شويه وهربت في الصباح اكتشفوا الخدعه واكتشفوا ديديموس فجابوه علشان يموتوه في ساحه استشهاد كبيره والكل بقى القصه انتشرت جابوه وخلاص سيطلقوا عليه الوحوش ويتسلوا بالمنظر بس واحد شبعان في وسط المشهد ده تيودورا تقتحم المشهد وتخرج وتجري في وسط الساحه كان ساحة استاد استاد وعماله تقول عباره مشهوره تقول ايه لا تسرق اكليدي انت أنقذتني كتر خيرك لكن ما تاخدش اكليدي اكليدي السماء وهما الاتنين شاب وشابه فيش اي رابط ما بينهم غير ايمانهم القوي وشبحهم شبعانين وتكون النتيجه ان ديديموس وتيودورا الاتنين يستشهدوا في نفس الساعه ويحفظ التاريخ سيرتهم وشهادتهم ويحفظ شبحهم بربنا ربوا ولادكم تربيه الشبع ما تنظروش للعالم باستهلاكاته الغير عاديه اللي موجوده خلي ابنك يشبع لما هيشبع روحيا هيقدر يشبع من اي حاجه تانيه دي نمرة اثنين نمرة ثلاثة والأخيرة اللي هي تربية الوقت ايه تربية الوقت ده من الحاجات العظيمة اللي ربنا لنا الوقت العمر وبيدينا كلنا بنفس التساوي كل يوم الصبح النهاردة كل الموجودين وكل اللي بيشوفونا ربنا أعطاهم 24 ساعة قال لك هتعمل ايه بقى في ال 24 ساعة دول واحد خدها نوم واحد خدها في شر واحد خدها في اجتهاد واحد خدها في عمل واحد خدها في خدمه اه كلنا زي بعض في الوقت دون النظر لاي مذهبيه او اديان او عقائد او اجناس كلنا زي بعض في الحكايه دي خدنا ال 24 ساعه يا ترى بتربي ابنك ازاي يدبر الوقت بتاعه صح تقول لي ده الواد بيقعد على النت ست ساعات وبيمسك الموبايل خمس ساعات وبيفتح الايباد يتفرج مش عارف على ايه عشر ساعات وانت فين يا كبير وانت فين يا بابا وماما طول ما هو الواد عايز كده زي ام تقول لي ايه الواد اصله ما بيسكتش غير لما ياخد الموبايل يا سلام حاجه لطيفه قوي الواد الصغير بيعيط بيعيط تقوم بتسكته بالموبايل طب وانت لما كنت صغيرة وبتعيطي كانوا بيعملوا وياكي ايه ان شاء الله كانوا بيعملوا ايه لطشة قلمين مش كده مش كده برضو اه بيعملوا ايه اصحوا اصحوا في تربية ولادكم اصحوا في تربية صح العالم عمال يفترس اي حد يفترس اه لكن ولادنا دول اغنى حاجه ده دول اللي هنخش بيهم السماء هنا تربيه الوقت يقول لنا الانجيل في سفر الجامعه صنع الكل حسنا في وقته الزمن بتاعنا مليان سرعه في كل حاجه يفضل الوادي يزن عشان تجيب له كذا وانت تضغط يا عيني على نفسك ولو امكانياتك مش متاحه تستلف ولو مش الاستلاف تاخد قرض ايه 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 ده قديما قالوا في الامثال ايضا على قد لحافك مد رجليك ده على قد ده في النوم يعني ان كان لحافك طوله متر اوز جسمك علشان يكفيك المتر ده شوف التفكير وده تفكير عظيم جدا خد بالك هنا تربية الوقت يعني بتربي ابنك على انه يحترم الوقت من صغره علمه علمه ازاي يحترم الوقت ازاي يحترم الساعة ازاي يحترم هيقعد وقت للدراسة هيقعد وقت قدام الموبايل او قدام آه، الايباد او اللابتوب او اي حاجه بالشكل ده يقعد حد وقت حدد وقت حدد وقت آه، مثلا في وقت للرياضه ده احيانا في بعض البيوت الواد يتخن قوي كده لدرجه الدكتور يقول ده فيه خطوره على قلبه ما هو قلبه ده هو لسه صغير وعايز يغذي كل الحجم ده من السمنه وبالتالي من فضلك علم ابنك كيف يدبر وقته حسنا ازاي ندبر الوقت في وقت للاسره بابا وماما واخويا واختي لازم نقعد ويا بعض دي ملهاش دعوه بغني وفقير في وقت للمشاهده نقعد نشوف حاجه سوا ايه المانع في وقت للعباده في وقت للاستماع في وقت للقراءه في وقت للقراية في وقت للعائلة العائلة التزاور لازم أوزع وقتي صح يا ترى أنت مدبر في وقتك أنا كلمتك تدبر في فلوسك وتدبر في هدومك وتدبر في حياتك دبر في وقتك ده أغلى حاجة عندنا الوقت هنا فضيلة أنا قلت لك في تربية البركة فضيلة الإيمان وفي تربية الشبع فضيلة القناعة في تربية الوقت هنا فضيلة الصبر صبر ده أنت بتفضل تربي ابنك لغاية ما تشوفه مثلا مهندس قدامك كده شو بقى بتقعد 24 سنة 24 سنة علم ابنك أن الصبر بيحقق تعجبني أوي الأم والأب يمسك ابنه الصغير كده اللي عمره خمس ست عقبال ما أشوفك كذا ويبقى الأم والأب بيحلموا إن ابنهم ده يكبر ويبقى في صورة حلوة كده، صورة تشرفهم وتشرف نفسه وتشرف مجتمعه. تربية الوقت، الوقت. وهنا لازم نفكر في تأثير الأجهزة اللي ويانا. كل الأجهزة اللي قدامنا بدون إستثناء وعلى رأسها البتاع الصغير اللي في إيدينا دي ده كلها تسرق الوقت تسرق اغلى حاجه عندك وعندك بتسرق ما هو وقتك عمرك يعني ايه؟ عمرك يعني هتعيش السنين دي وكل سنه مكونه من شهور وكل شهر مكون من اسابيع وكل اسبوع مكون من ايام وكل يوم مكون من ساعات فتصور بقى بتيجي الاجهزه دي تسرق الوقت تسرق منك ساعة اثنين. خد بالك لازم التربية دي تربية الوقت شيء مهم جدا ان احنا نعمله جوا بيوتنا ونعلم بيه ولادنا يعجبني أوي لما يجي الطفل صغير كده يقول لك انا بابا وماما علموني ان انا اصحى الساعه 6 وكبر يقول له أمها ازدادت بقى مسؤولياته دراسته جامعته تخرج وبتاع بصحى الساعه 6 واحد ملتزم تربيه وقت انا ما اتاخرش في النوم عن الساعه مثلا 11 خالص يقول له ده في حاجه كويسه ده في سهره ايه ده في حكايه ايه ده في فرجه ايه كل ده على جنب لو شبعان واخد باله من الوقت من فضلك تربيه الوقت هنا اللي هو الصبر أصبر وإزاي تعلمه من الصغر أحيانا إحنا مع أولادنا الصغيرين اللي هم عمرهم سنة واثنين وثلاثة بنفوت حاجات كتير بتكون النتيجة لما بيكبر بيكون مسكت فيه وما بيقدرش يستغنى عنه من فضلك حط هذه السلاسة قدامك من أجل التدبير الحسن تربية البركة وبعد الإيمان وبركة الرب هي تغني ولا يزيد معها تعب تربية الشبع النفس الشبعانة بتدوس العسل وهنا بتزرع فضيلة القناعة ثم تربية الوقت صنع الكل حسنا في وقته ودي تربية الصبر بصبركم تقتنون نفوسكم أو أنفسكم ومواضيع الوقت دي مواضيع مهمة جدا زي مثلا من الأخطاء اللي بتحصل عملية الزواج في سن مبكر قوي صح في قانون في البلد ما يقلش عن 18 سنة لكن برضو ده سن مبكر ناخد بالنا في الحاجات ده هي وبالذات في المناطق الريفية والمناطق الصحراوية لازم ناخد بالنا ازاي نربي صح عشان كده انا عايزك تنشغل ويايا بتعبير التدبير المدبر فباجتهاد والمدبر حسنا فباجتهاد ازاي تدبيرك لكل حاجه ربنا بيديها لك حتى الصحه اللي ربنا بيديها تحتاج تدبير. يعني في علم كبير دلوقتي اسمه اقتصاديات الصحه. الايكونومي بتاع الصحه وزي ما قلت لك الاسم اليوناني الايكونوميه اللي هو المدبر وكان في طائفه الشمامسه زمان وفي الكهنه يبقى فلان ده يقول لك المدبر المدبر زي القمص المدبر مدبر مدبر في كل حاجه مدبر في الطاقات وعشان كده انا بدعوك انك تدبر حتى في حياتك تدبر في الطاقه اللي موجوده الكهرباء والميه والاستخدامات المتعدده بتاعتها الاضاءه العالم كله دلوقتي وداخل على أزمة في الطاقة يعمل إيه؟ أنت لما تطفي النور عندك مدة ساعة أنت بتساهم في التدبير بتساهم في التدبير سيبش لمبة كده مولعة ملهاش لازمة وفي كنايسنا برضو ملهاش لازمة أعمل الحاجة على قدي وهكذا تدبير في المية تدبير في الخبز اللي بناكله في الخضروات والفاكهة اللي بنستخدمها التدبير عملية التدبير فضيلة حسنة نحتاجها كلنا ونحتاج نربي ولادنا فيها وهنا يقول لنا الكتاب لا تعطيني فقرا ولا غنى لا التطرف ده ولا التطرف ده اطعمني خبز فريضتي الكفاية والقناعة لئلا أشبع وأكفر وأقول من هو الرب، أنسى ربنا عشان كده كنيستنا من باب التدبير حتى فترات أصوام في حياتنا عبر السنة بحل أو الافتقر أفتقر وأسرق واتخذ اسم إلهي باطلا هنا التدبير صفة مهمة نحتاج أن احنا نشغل بيها لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن والأبد من الليل يا ذوك سابت أيوم نبماتي كانيك عيك استنسي ايون لنوشه وننقوه مجيء شوي زينوت بيخنسو اسمو بيك دوم تديرون به تنتقمي تخلصتو سيب شو نيارون مني موني مني سيتي نمني كاربوس سودي أمونو أكي تشيت خريس تيمت خلو انتي أكو بنو جنان تيمت خلو انتي أكو بنو جنان تي دافيتي صوفيا انتي سولوموز ببنما مبارك لي طون في طب ايه جن ابوسولوز شوي صف ايه ابقون خير خيرم بطاويرات فين بنيوت الطايوت الارشيف سي بابا نم تيس ابا طوادروز نيم بنيوت نيم متروبوليتيس افامورقوز نيم نيوتن ابيسكوبوس نيتكي

يا <applause> ترى <applause> <applause> الله علينا وباركنا وزر علينا وارحمنا رب خل شعبك وبارك ميراثك وارفعهم بشار الصليب المحيب السؤالات والطلبات التي ترفعها لنا في كل حين وليت الإله قديسة الطاهرة مريم الأربعة المنيرين ميخائيل وغبريال ورفائيل وسوريال ولا أربعة وعشرين قسيس أربعة عينات غير متجسدين والشاروبيم والسيرافيم وكل الطغامات السماء وكل الذين أرضوا رب عملهم صالحة منذ آدم إلى آخر الدهور بركة أمنا العذراء أولا وآخرا بركتهم مقدسة ونعمتهم هبتهم معونتهم شفاعتهم قوتهم تكون مع جميعنا أمين بخرسوس بنوتي أمين أيها المسيح لهنا ملك السلام أعطنا سلامك قرر لنا سلامك واغفر لنا خطايانا واجعلنا مستحقين أن نقول بشكر يا أبانا الذي في السماوات قدس اسمك ليأتي ملكوتك تكون شئت كذلك على الأرض خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا مذنبين إلينا ولا تدخلنا في تي لكن نجينا من الشرير بالمسيح صار لأن لك الملك والقوة والمجد والآن محبة الله الآب ونعمة الإبن وحيد شركة وهيبة وعطية الروح القدس تكون مع جماعكم أمضوا بسلام سلام الرب يكون معكم ومع جماعكم. روحك أيضا